أبناء نيابة ليما قدموا لوحة وطنية رائعة من خلال مسيرة الشكر والعرفان لجلالة السلطان المعظم، تقديرا وتثمينا للمرسوم السلطاني السامي الذي قضى برفع المستوى الإداري لمحافظة مسندم واستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم. أرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر وأصدق عبارات العرفان بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 67/2019. نرفع أسمى آيات الشكر والثناء والعرفان للمقام السامي شاكرين ومقدرين لجلالته هذه اللفتة السامية الكريمة، ومتمنين لجلالته دوام الصحة والعافية وأن ينعم عليه بالعمر المديد. المسيرة الحاشدة خرج فيها الكبير والصغير والمرأة بجوار الرجل من مسؤولين ورشداء وأعيان، وهم يرددون الصيحات الوطنية رافعين صور صاحب الجلالة حاملين أعلام السلطنة ولافتات الشكر وتجديد الولاء لباني النهضة المباركة. وقدموا مجموعة من الفنون الشعبية كالرزيف والرواح وغيرها من الفنون المغنى، وصدحت حناجر الشعراء بأرقى الكلمات والعبارات لجلالة السلطان المعظم. في بدايات صبح بديت الكلام واندثر عطر المحبة والسلام، سيدي قابوس في الهمة وسام، لك تحية ود من كل الأنام. لك تحية شامخة مثل السهام، يا سليل المجد يا ابن الكرام، من شبيهك حقق لشعبه مرام، من هو اللي صار مثلك في المقام. أتقدم بالشكر والعرفان لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالمكرمة السامية بالقرار الوزاري بتحويل محافظة مسندم إلى مكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم، وهذه فرحة عمت الجميع بهذا الخبر، فليس غريب على جلالة السلطان الاهتمام بنا وبكل مواطن عماني على جميع بقعة عمان. كل ما قدمه أبناء ليما يعد غيظ من فيض مما يجول في خواطرهم من محبة وولاء لمن أعطى لهذه البقعة من أرض عمان جل الاهتمام والرعاية منذ بداية النهضة المباركة وحتى الآن. نجم بن عبد الله الشحي من نيابة ليما ولاية خصب محافظة مسندم.